الطرفان، أقصد هنا الشخصان السيد الصدر والمالكي، يقومان بلعبة عض الأصابع، من سوف يصرخ أولا؟ أريد أن أبدأ من التغريدة لسماحة السيد مقتدى الصدر التي كثيرا ما كان يقال الصدر أنني وحياتي في خطر من جهات داخلية وخارجية، في مرحلة من المراحل لم يسمي هذه الجهات. الآن السيد الصدر قالها بتغريدة علنية واضحة أن حزب الدعوة بشكل عام والسيد المالكي بشخص خاص هو الذي يحدد حياته. تعتقد مثل هذه الأمور إلى أين ممكن أن تتجه بنا مسارات المرحلة المقبلة؟ خليني أبدأ وياك من مانشيت هذا الوليد الخطيئة اللي سمي النظام السياسي، الذي جاء من زنا الطبقة السياسية الحالية في الواقع العراقي. هذا وليد الخطيئة، وأن أعطي شرعية الأبوبة الأبوية ولكنه يبقى في نقص وبحاجة إلى تأهيل. كان اليوم هذا فوجئ هذا الوليد بأنه من ينتسب لهم الحقيقة قد رفضوه، وأقصد هنا هو الشعب العراقي. لذلك هذه نتيجة حتمية لصراع قوى البغي والاستبداد، التي لطالما الحقيقة لم تلتفت إلى العراقيين على أنهم أناس لديهم مشاعر ومصالح، وانشغلوا جميعا الحقيقة في السلب والنهب، وهذه هي النتيجة الحتمية لانهيار هذا النظام اللي طالبنا نحن بشكل مباشر، ونحن الآن نطالب الحقيقة من خلال جمعنا لكل الشخصيات العراقية في التحالف الوطني للمعارضة العراقية، أن شرعية النظام هي الأساس والهدف. ما يحصل الآن هو الهدف اللي صممت كل قوى الحقيقية التي تريد الخير للعراق، بنزع شرعية هذا النظام. بدأوا هم فيما بينهم ينزعوا شرعية هذا النظام، إن وصلوا إلى حد الاقتتال. ما ذكر السيد الصدر وما جاء في التسريبات الصوتية هو الحقيقة كانت كاشفة، يعني لم تأتي بشيء جديد. هو هذا خطابهم، هذا ديدنهم، هاي العلاقة فيما بينهم. لكن كان ضابط الإيقاع اللي يضبط نغمتهم النشاز قد ذهب، وأقصد هنا تحديدا سليماني وأبو مهدي المهندس. هؤلاء الرجلين كانا هما ضابط الإيقاع الذي تعزف عليه هذه النغمة النشاز، نغمة الفساد والقتل. نعم، هذا الأمر ليس مثل ما توصفه قليل، قد يكون مفرح لكل القوى والمحرومين والمظلومين في العراق، ليس من باب الشماتة ولكن من باب النتيجة الحتمية لسقوط هذا النظام، الذي سوف يبدأ بالاقتتال. لا أقول يصل إلى حد الاقتتال كما يتصوره البعض، ولكن هذه المناكفة وهذه ردة الفعل الشعبية من أتباع السيد الصدر اللي شاهدتها أنا قبل قليل في مقاطع فيديوية، أي، تدلل على أنه كسر العظم قد وصل وانتهى. الطرفان، أقصد هنا الشخصان السيد الصدر والمالكي، يقومان بلعبة عض الأصابع، من سوف يصرخ أولا؟ أعتقد أنه الصدر سوف يرتكز بقوة إلى الشارع، ويرتكز بقوة إلى خصوم المالكي داخليا وخارجيا، وهنالك شرح موسع في هذا. زين، هؤلاء سوف يكونون جبهة الصدر أزاء المالكي، الذي أعتقد سوف يكون وحيدا في هذه المنازلة. نعم. طيب، السيد الصدر تعتقد أنه لم يبني اتهامه إلى السيد المالكي للتسريبات، لكن كان قد قالها منذ وقت طويل. تعتقد التسريبات هي التي أكدت هذا، أم أن السيد الصدر كان ينتظر هذه التسريبات ليعلن بشكل حقيقي؟ ومن ثم ماذا بعد مرحلة الإعلان؟ من سيضبط هذه الإيقاعات إذا كان هنالك ضابط إيقاع جديد؟ يعني وهذا سؤال مركزي وذكي جدا. خلينا نقسم لك إياه لثلاث مستويات. أول، السيد الصدر سوف يستثمر هذا الذي حصل فيما يتعلق بالأداة الكاشفة، واللي هي التسريبات، هي أداة كاشفة، ولا هذا خطاب المالكي علنيا كان أخف، ما به إساءات مباشرة، ولكن داخليا وفق التسريبات فيه إساءة وكلام طويل. استثمر السيد الصدر. أكثر ما أزعج السيد الصدر أنه 73 مقعد اللي وهبها إلى الإطار ذهبت معظمها، ذهبت إلى السيد المالكي. الحديث الآن أنه المالكي يمتلك 70 مقعدة أو أكثر في البرلمان، وهذه جاءت من الصدر،
وبالتالي الصدر هنا الحقيقة شعر لا أقول بندم ولكن بنوع من الحسران. هذه وحدة سوف يستثمرها وسوف يضغط على الإطاريين من تبقى معهم أنه إذا تريدون السيرون بهذا المنحى. ولذلك جاءت بالتغريدة موضوع الاعتذار. الاعتذار هنا هو إدانة المالكي بالنتيجة النهائية، عندما يعتذر القوم فمعناه يدينون المالكي، وبالتالي سوف يذهب إلى النقطة الأخرى أن هذه الحكومة إذا تم تشكيلها، إذا تم تشكيلها تكون وفق عندي ما عندياتي، يعني أقصد السيد الصدر، تتشكل بالطريقة التي أنا ذهبت إليها في بادئ الأمر، مش موضوع الأغلبية وما شابه ذلك. الثالث والمهم الحقيقة أنه الصدر سوف يستثمر ذلك شعبيا، يحاول أن يتقرب ليس يعني مع جماعته، يتقرب إلى الشارع العراقي. هنالك من لا يرغب بالمالكي، تعرف جنابك كثير، وخصوصا في مناطق الغربية والشمالية من العراق وحتى ساسة الكرد، إلا ما ندر منهم. أيضا هذا سوف يقوي، يحاول الصدر أن يستثمره بالاتجاه في البعد الوطني. هذا هاي رؤيتي التحليلية. من يضبط الإيقاع؟ إيران الآن تتهاوى وتتراجع بقوة، سوف نتحدث عن جدة والرسائل التي وصلت إلى إيران بشكل مبطن. إيران هي كانت ضابط الإيقاع، لم تستطع أن تملي فراغ سليماني وأبو مهدي المهندس، والقوى المتغانمة على السلطة اللي تعرف بالقوى الولائية انشغلت بالسلب والنهب، ما عادت الحقيقة تكتثر كثيرا بترتيب الأوضاع السياسية والشأن العراقي، هذا مو اختصاصها ولا يمها. زين، هنا تبدأ الأزمة. الفراغ العراقي كبير، سوف دخلت قوى العربية السعودية، دخلت الإمارات، دخلت تركيا، دخلت هسه بشكل أو بآخر هذا الدخول، لكن يخلق معادل نوعي وموضوعي. الأمريكان كما ذكرت لك أنا بشكل مكرر لقاءاتنا، نعم، يتحاشوا مس الملف العراقي، وفي نفس الوقت الآن ظهرت رؤية جديدة لإدارة بايدن أنه ترك الملف العراقي قد يسقط العراق لقمة سائغة في فم روسيا والصين من خلال بوابة إيران. زين. لذلك الأمريكان سوف يعيدوا اصطفافاتهم، وبدأوا ذلك في جدة وصولا إلى اصطفافاتهم في الوسط العراقي. هذا هو هذه الفرشة، وتستطيع جنابك أن تختار ما تشوفه مناسب للحديث عنه.